نشرة من الميدان من المستقبل، أهلا بكم في العناوين. النظام السوري يسقط طائرة روسية بحيلة إسرائيلية، وموسكو تستدعي السفير الإسرائيلي وتتوعد تل أبيب. المرافعات الختامية لفريق الدفاع عن مرعي تشدد على إمكانية وجود أبو عدس في مسرح الجريمة. وزارة الداخلية تؤكد عدم الموافقة على تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين. وفي النشرة تابعون في الاقتصاد، أوبر وكريم، من سيستحوذ على من؟ وفي الرياضة، ليفربول يتحدى باريس سان جيرمان ليلى في قمة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. طغت قضية إسقاط مدفعية النظام السوري طائرة روسية قبالة شاطئ اللاذقية عن طريق الخطأ مجمل الأحداث اليوم. فالطائرة التي اختفت عن الرادارات منتصف الليلة الماضية أكدت موسكو سقوطها ومقتل 14 عسكريا كانوا على متنها متجهين إلى قاعدة حميميم. ولم تكتفي بهذا روسيا بهذا الإعلان، بل حملت الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يشن غارة على محافظة اللاذقية مسؤولية التسبب بهذا الحادث وتوعدته برد مناسب. في المقابل نفى الاحتلال مسؤوليته عن إسقاط الطائرة محملا النظام السوري وإيران المسؤولية. صواريخ صديقة، تلك التي أسقطت الطائرة الروسية إيل 20 وعلى متنها 15 عسكريا وهي في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن النظام السوري هو من أسقط الطائرة بعد فقدان الاتصال بها، محملة في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة ومشددة على أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية. وأوضحت الوزارة أن طيارين إسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية، مما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية التي تسببت بسقوطها، كاشفة أن الاحتلال الإسرائيلي حذر روسيا من عملية مزمعة قبل دقيقة واحدة من تنفيذها، وأشارت إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإبعاد الطائرة الروسية عن دائرة الخطر. وقد تزامن اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار مع شن 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 غارات عدة على مواقع للنظام السوري في اللاذقية. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم تدمير مستودعات ذخيرة في مخازن مؤسسات الصناعة التقنية في اللاذقية. في شأن سوري آخر، علقت إيران على الاتفاق الروسي التركي حول إدلب بقولها إن الجهود الدبلوماسية نجحت في تجنيب تلك المنطقة ويلات الحرب. بعد أيام من فشل قمة طهران بين الرؤساء الروسي والتركي والإيراني، عقد رئيسا الدولتين الرئيسيتين في النزاع السوري رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين جلسة محادثات مغلقة استمرت 4 ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود. توصل خلالها الاتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب تحت سيطرة روسية تركية، ما قد يتيح تجنب هجوم على هذه المحافظة التي تعتبر آخر معقل الفصائل المعارضة للنظام. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق على الاتفاق بقوله إن الجهود الدبلوماسية نجحت في تجنيب تلك المنطقة ويلات الحرب. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده ترحب بالاتفاق، وأعلن أن إيران كانت في أجوائه وتم التشاور معها قبل إعلانه. مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية أعرب عن ترحيب الولايات المتحدة بجهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في إدلب والاتفاق على إعلان منطقة عازلة تضع حدا للتوتر هناك. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال أن المعارضة السورية في إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن في إطار الاتفاق، موضحا أن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة وأن روسيا ستتخذ إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب. أما المعارضة السورية فاعتبرت على لسان مسؤولها البارز مصطفى السراج أن المنطقة العازلة في إدلب المتفق عليها بين الرئيسين الروسي والتركي ستنقذ أرواح المدنيين وتحمي منطقة المعارضة من قصف النظام السوري، كما اعتبر أن هذا الاتفاق ينهي حلم الأسد في إتمام سيطرته على سوريا وينشئ منطقة جغرافية في يد الجيش السوري الحر يمكن أن تمهد للانتقال سياسي بعد الأسد. فاصل ونتابع النشرة.
تواصل غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي، وقد اعتبر أن المدعي العام يستند إلى أدلة تفتقر إلى المصداقية، مشددا على أن أبو عدس كان في مسرح الجريمة. في اليوم الثاني من الاستماع للمرافعات الختامية للدفاع، استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي، ودحضت في مذاكراتها النهائية أدلة الادعاء عارضة بيانات لبعض الاتصالات قائلة إنها تفتقر إلى الموثوقية، وجددت اعتقادها أن أبو عدس كان موجودا داخل مسرح الجريمة. إن أحمد تيسير أبو عدس كان في مسرح الجريمة، كشفت الأدلة أن مسرح الجريمة ملوث بشكل كبير، وأن التحقيقات والتحليلات كانت معيبة. من هنا لا يمكننا أن نستنتج أن جميع البقايا البشرية قد تم جمعها للتحليل. من تلك العينات البشرية التي تم جمعها لم يتم التعرف على بعض منها لأنها كانت غير صالحة للتحليل. طباع شخصية أبو عدس ليس لها أهمية في بالنسبة لنا في فرضية المدعي العام المبنية على عدم وجوده على مسرح الجريمة. وعلى أي حال فإلى الأدلة التي قدمها المدعي العام استنادا لهذه الفرضية خالية من أي قيمة ثبوتية. وتستأنف المحكمة جلستها المخصصة لفريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي عصرا. لم يستغرب النائب سمير الجسر سعي فريق الدفاع في المحكمة إلى التشكيك بأدلة الادعاء وتحويلها لصالح المتهمين، وقال في برنامج كلام بيروت إن تسمية شارع باسم المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس الشهيد لا تخدم المقاومة ولا مصالح البلد. اليوم بطبيعة عمل الدفاع أنه بده يحاول بأي شيء لأنه يبرئ موكله بطبيعة الحال، أو يبعد عنه الشبه، أو يوصله لمرحلة التشكيك إذا كان ما بيقدر أنه والله يجيب يقدر يبرئه أو يثبت به، ممكن ينقله على مرحلة الشك. هذا اللي عم بيحاول أنه يعمله. كمان معروف أنه الرئيس سعد الحريري بمشاهيره، ومع ذلك أنه يروح على هالموقع بهذه الذكرى يوقف، يعني هي لها رمزيتها أكثر من أي شيء تاني. بنفس الوقت يقول لك أنه البلد أكبر وأهم، يعني هذه شغلة منا قليلة أبدا. يا ريت بياخذوا عبر الباقيين من موقف الرئيس الحريري بلهاي. فأنا اليوم مثلا متهم أساسي بجريمة العصر، بجريمة استشهاد الرئيس الحريري، انه هلا محشور معي الضوء كثير انه مثلا انا سمي شارع باسمه، يعني ولو من باب المكرمه اللي تعلمنا اللي يربينا عليها، يعني لو واحد ما عنده اي قناعه ثانيه ولو من باب المكرمه بعتقد انه هذا الامر كليته ممكن الاستغناء عنه او على الاقل تاجيله. هذه رساله سلبيه وما بعرف قديش، لا بتخدم المقاومه ولا بتخدم الوطن ولا بتخدم مصالح السياسه على الاطلاق، ماني عارف تخدم مين. وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق كتابا إلى بلدية الغبيري أكد فيه عدم الموافقة على تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، وأوضح المشنوق أن ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، إذ يشترط أن تكون في ممارستها ما لا يمس من النظام العام. وكانت بلدية الغبيري أطلقت على أحد شوارعها اسم بدر الدين المتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما أثار ردود فعل احتجاجية. ربيع شنطف. هذه الأرمة التي انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن هذا الشارع قد سمي باسم مصطفى بدر الدين المتهم لدى المحكمة الدولية بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن أتينا إلى هذا الشارع التابع لبلدية الغبيري للاستفسار عن الأمر. فجأة زرعت هذه الأرمة وقد وضعت على السارية نفسها الموضوع عليها أرمة أخرى تحمل عنوان شارع العميد الركن علي سعيد الخنسة. ليست الأرمة التي تحمل اسم بدر الدين يتيمة، إنما هنالك اثنتان على بعد أمتار قليلة، كل واحدة تدل على جهة الشارع المقابل لمستشفى رفيق الحريري الجامعي. هنا القاطنون يؤكدون أن الأرمات وضعت حديثا. هذول حطون أول ما كانوا
يعني ما أنا متذكر إنه إذا هاي من زمان معلقة، كل مرة بمرق بس ما بنتبه لها والله. اتصلنا برئيس بلدية الغباري معا خليل لاستضاح سبب وضع الأرمات. بس رئيس في هيك استفسار، عن هل صحيح أطلقتوا اسم مصطفى بدر الدين على أحد الشوارع بالمنطقة حد مستشفى رفيق الحريري؟ نحن طبعا أطلقنا من شي سنة ونص، وبعثنا القرار لمعالي وزير الداخلية بشهر 7 أو شهر 6/2017. وهل تم التوافق؟ بضطر بعدني باجتماع، إذا بتعطيني بس شي 10 دقايق بس. برجع بحكيك بعد 10 دقايق. وبعد 10 دقائق وبعد مرات عدة اتصلنا برئيس بلدية الغبيري لكن من دون نتيجة. وما رفض الإفصاح عنه رئيس البلدية قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مؤكدا أنه لم يصدق على قرار بلدية الغبيري القاضي بتسمية الشارع باسم أحد المتهمين الرئيسيين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد. ورفض المشنوق في بيان له قرار البلدية عازيا السبب إلى أن الأمر يتعلق بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأكد البيان أن وزارة الداخلية سوف توجه كتابا إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات، تجدر الإشارة إلى أنه في قانون البلديات وتحديدا في المادة 62 منه تخضع لتصديق وزير الداخلية قرارات بينها تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. في بيت الوسط سلسلة لقاءات سياسية وإنمائية للرئيس المكلف سعد الحريري. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة جوزيف ماريا تيري كابراس في حضور مستشار الرئيس الحريري نديم الملا، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، كما تطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان. واستقبل الرئيس الحريري النائب نعم طعمي وبحث معه المستجدات السياسية. كذلك التقى الرئيس الحريري النائب سامي فتفت وتناول البحث شؤونا إنمائية عائلة لمنطقة الشمال. وكان الرئيس الحريري استقبل أمس السيد توفيق سلطان وعرض معه أوضاعا عامة وشؤونا طرابلسية كالقرض من الصندوق السعودي لمرفأ طرابلس وموضوع فندق المهنية في الميناء والواجهة البحرية. ولفت السلطان إلى أن الرئيس الحريري وعد بإنجازها في القريب العاجل. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الرحمن العيسى على دار الفتوى والمجلس الشيعي مؤكدا الحرص على الاعتدال ونبذ الطائفية والمذهبية. زيارة للبنان يقوم بها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى استهلها بلقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في حضور السفير السعودي وليد بخاري ووفد من الرابطة. المفتي قدم للعيسى درع دار الفتوى عربون محبة وتقدير، مؤكدا على العلاقة الأخوية والمتينة مع المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدعوية التي تعمل لنشر روح التسامح والاعتدال والوسطية. من ناحيته قدم العيسى للمفتي دريان درع الرابطة. لبنان الشقيق يحفل بالتعددية، ولكن الجهود المبذولة من قبل الجميع وأيضا من قبل سماحة المفتي تؤطر بإذن الله عز وجل مع بقية الفعاليات اللبنانية ذات الصلة هذه التعددية بالتأطير الإيجابي بحول الله عز وجل. هل أنت متفائل بمستقبل لبنان أن يكون آمنا مستقرا زاهرا؟ بإذن الله عز وجل، لأني أرى رجالا حريصين كل الحرص بوجدان صادق ومخلص على ذلك. وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى انتقل العيسى حيث التقى الشيخ عبد الأمير قبلان وبحث معه شؤونا عربية وإسلامية. الطائفية هي الخصم الذي يجب أن يناجز وأن لا يكون له وجود. الاختلاف والتنوع والتعددية سنة من سنن المولى جل وعلا، على مستوى الأديان تقدر سنة الاختلاف، ولكن أيضا في الدين الواحد يجب أن يكون هناك الوعي أكثر، وأن نكون أيضا نحو تقارب يخدم أهدافنا المشتركة. العيسى أكد أن الطرفين شجبا أي طائفية من أي مذهب كان كي تكون الأمة الإسلامية على قلب واحد.
فاصل نعود بعده لمتابعة النشرة. نتابع الآن الاقتصاد مع باسل. أهلا بكم. الحرب التجارية مستمرة وضربات متبادلة بين الصين وواشنطن تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. ماذا في التفاصيل؟ قال جاك ما رئيس مجلس إدارة علي بابا خلال مؤتمر للمستثمرين من تنظيمهم إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم لما يصل إلى 20 عاما، مضيفا أنها ستكون مبعثا للفوضى لجميع الأطراف الضالعة فيها. وقالت الصين إنها ستتخذ تدابير مضادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة. وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أنه من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي لن يكون أمامها سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة. وفي وقت سابق قالت واشنطن إنها ستفرض رسوما جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهددة بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردت بكين على هذه الحزمة الجديدة من الرسوم. وقال ترامب في بيان وزعه البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10% لغاية نهاية العام. واعتبارا من الأول من يناير سترفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25%. وفرضت واشنطن منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب و10% على منتجات الألومنيوم الصينية. ويبدد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين قريبا، على الرغم من إبداء البلدين استعدادهما لاستئناف الحوار الأسبوع الماضي تجنبا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثر سلبا على الشركات الأمريكية في الصين. في أخبار الشركات العالمية، تقوم شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب بإجراء محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها مقابل نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، في حين قد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة. وكانت بلومبرغ قالت في السابق إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو تموز لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة. وتعكف الشركة على تقديم خدمات مثل توصيل الطعام والشحن، وقد استحوذت في أبريل نيسان على جامب بايكس للدراجات الكهربائية لتوفر للركاب الأمريكيين وسيلة بديلة للسيارات. وفتحت مجموعة سوفت بانك التي تملك حصة الأغلبية في أوبر المجال أمام إمكانية دمج الشركة مع أصول أخرى لخدمات نقل الركاب تملكها المجموعة اليابانية في أرجاء آسيا. وتحوز سوفت بانك حصصا في شركة جراب ومقرها سنغافورة وفي شركة أولا الهندية. استمر الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع مقابل منافسيه، بينما ارتفعت العملات عالية المخاطر بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية ضد الصين بفرض رسوم جمركية 10% على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار أمريكي. ومقابل اليورو هبطت العملة الأمريكية 0.1% إلى دولار 17.17 للدولار الواحد لليورو الواحد، بينما جرى تداول الفرنك السويسري عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار بواقع 96.5 سنت. تراجعت أسعار الذهب مع تعزز الدولار بعد أن قالت الصين إنها سترد على جولة جديدة من الرسوم الأمريكية على صادراتها، مما أجج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1199 دولار للأونصة بعد أن صعد 0.6% في جلسة سابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية 0.2% إلى 1203 دولار للأونصة. وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ نيسان وسط نزاع تجاري متفاقم بين أمريكا والصين، وفي ظل تقلص الطلب على المعدن غير المدر للعائد
بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ونزلت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.20 دولار للأونصة. ومن الذهب الأصفر إلى الذهب الأسود، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع الدول المنتجة الرئيسية في الجزائر. وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة دولار إلى 79.9 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنت إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل. ويقول محللون إن أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولار للبرميل من خام برنت. لكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم. وقالت الصين اليوم إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار أمريكي. وفي تركيا نزلت الليرة مقابل الدولار مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد. وسجلت الليرة التركية 6.38 ليرة للدولار منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.31 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 6.625 نقطة أساس يوم الخميس. وقال محللون أن المعنويات تضررت من جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حرية بشأن إجراء السلطات تحقيق مع أعضاء بالحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28% في إتش بانك. ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة. هذا ما لدينا من أرقام اليوم، شكرا للمتابعة. بعد الفاصل نعود لمتابعة النشرة. مساء الخير. رح يشهد اليوم الأول من منافسات دوري الأبطال قمة نارية بين ليفربول وباريس سان جيرمان، وذلك بإطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وبيبحث ليفربول عن بداية مثالية مثل انطلاقته الرائعة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما حقق الفوز بمبارياته الخمس الأولى بالمسابقة. بالمقابل بيسعى توماس توخيل المدير الفني لنادي البي اس جي استغلال بقاء نيمار ونضوج مبابي لتحقيق الفوز بضربة البداية نحو تحقيق حلم الحصول على لقب تشامبيونز ليج. وبيمتلك الفريقين خط هجوم قوي، لذلك سيعاني الدفاع بشكل كتير كبير. فمن ناحية رح نشوف صلاح المرشح لجائزة الأفضل بالعالم، وبالجهة الأخرى رح يتواجد مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده وأخطر وأسرع لاعبي العالم. الإثارة والمتعة إذن رح يكونوا عنوان اللقاء الليلي بين ليفربول والبي اس جي بظل التشكيل المدجج بالنجوم يلي بيمتلكها الفريقين، لا سيما على الصعيد الهجومي، حيث بضم ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، فيما يضم البي اس جي الثلاثي الناري نيمار مبابي وكافاني. بدوره بيفتتح الكامب نو أبوابه الليلة لاستضافة مباراة مهمة بأولى جولات دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا يلي رح تجمع بين برشلونة وبي اس في ايند هوفن الهولندي. وبيخوض بارسا اللقاء بمحاولة لتعويض الخروج من البطولة الموسم الماضي بالدور ربع النهائي، حيث سبق ولعب الفريقين مع بعضهم بالسابق بثمان مباريات استطاع خلالها برشلونة تحقيق الفوز بأربع مباريات، بينما ايندهوفن لم يحقق الفوز على البارسا سوى بمباراة واحدة فقط، وانتهت ثلاث مباريات بيناتهم بالتعادل. ايضا باخبارنا الليله بيدخل فريق انتر ميلان الايطالي اختبار صعب ضد توتنهام الانجليزي بإطار منافسات اولى جولات دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال اوروبا.
ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام كشف انه هداف الفريق هاري كين رح يقود السبيرز بالمباراة امام الانتر، حيث قال: عدم اشراك كين امام الانتر شيء خيالي، وهو سيعود الى تألقه وسيحرز العديد من الاهداف. الجميع يعلم ان كين سيكون واحدا من افضل المهاجمين في العالم مع مرور السنين، وأضاف: سنواجه فريق يملك تاريخ كبير وسنعمل على إيقافهم والمبادرة للتسجيل وتحقيق الانتصار. بدوره قال مدرب نادي انتر ميلان الإيطالي لوتشيانو سباليتي أنه هالمواجهة رح تكون صعبة للغاية ويجب تقديم كل ما لديك لتحقيق الفوز. كشف المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني عن جهوزية فريقه لمواجهة فريق موناكو الليلة ضمن منافسات الجولة الأولى من التشامبيونز ليج. سيميوني قال: الفريق يتحسن، ولكن أحيانا نمر بمرحلة صعود وهبوط. واختتم بالقول: موناكو يملك مدربا ذكيا للغاية ونجح في الحفاظ على المستوى التنافسي لفريقه، والآن أصبح لديه العديد من الخيارات الهجومية. ختام ما نشرت من الميدان، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.